Hebrew and Arabic language. They're so easy with the Learning Channel for Kids. البنت التي لم تغلط ابدا. البنت التي لم تغلط ابدا. بدا يوم الجامعة عند ولا مثل باقي الأيام. لبست جرابها المتبكين وانتعلت كل فردة هذا في القدم المناسبات. تذكرت أن تدعى لصديقها الهامستر روبي تامه المفضل الخاص، وعندما عادت شتيرة لأخيها الصغير على وضعت بداخلها كمية متساوية تماما من الزبدة والمربي. عندما خرجت من بيتها لم تنسى أن تقول لمشاعرها صباح الخير وشكرا. سألوها عن رتبت سريرها. نعم رتبته. سألوها أن تنسي أن نسيت أن تهول وظيفة الرياضيات. أبدا لم تنسح. وماذا عن عرض المحبين الليلة؟ سألها. أنا جاهزت. أجابت على مبتسمة كيف لا، وهي قد فازت بعروض الألعاب الكرة في 3 سنوات متتالية. ما معظم سكان البلدة لا يعرفون اسم علا ويسمونها البنت التي لم تغلط أبدا. منذ عرف الجميع لم تغلط أبدا. علا لا يشبه علا، فهو يغلط كثيرا، يقول ألوان الشمع ويرسم بكريون الفاصوليا، يرقص بيديه ويعزف على البيانو الكهربائي بقدمه. يحب على أن يغلط. في المدرسة شاركت ولا في نشاط الطبخ مع صديقتها المفضلتين سارة ولبنى. أرادت الفتيات أن يصنعوا أرقاص سبانخ ضخمة، ولا أجل ذلك أحتاجني إلى 4 بيضات. ذهبت أولى إلى ثلاجتي وأختارت بانية أكبر بيضات وجدتها. ولكن في طريق عودتها تزهلقت وطائرت البيضات. كادت أولى أن تغلط المرة الأولى في حياتها. لكنها لم تفعل. أوف نجحت في اللحظة الأخيرة. فكرت ولا أسف ولا وقعت مني هذا ولا يطت أعيهم بنا. خلال باقي الأيام في المدرسة لم تتوقف ولا عن التفكير بالأغلاط التي كادت أن تحدث. في
في تاريخ عودتها إلى البيت رأت ولا صديقتها سارت ولمنا في الحديقة العامة تتزلجني على الجليد. هيا على معنا قالت سارت. هذا ممتع قالت لمنا. ركبتهما على تتزحلقني وتسقطني على الأرض. كانت تضحكان وهما تتمللان على الجليد. قالت ولا لا شكرا. في المساء لم تقول ولا أشجعها. سألها أبوها هل هناك مشكلة يا صغيرتي؟ أجابت أنا قلقت من أن لا يكون عرضي جيدا. الليلة سوف يشهد الجامع قال الأب وهو يبتسم. قلقت أنت لا تغلطين أبدا ها ولدت ولا أن تبتسم هي أيضا. بعد تناول العشاء تهدرت على الأرض المحاهبة بادية أيقظت روبي من خفته. بعدها تناولت المملحة عن طاولة المطبخ. أخيرا ملأت بالون بالماء. كعت على الأرض مكتظة بالناس. شعرت على بمعها تقفز داخل بطنها. اندرت أن تبدأ الموسيقى الخاصة بفكرتها. هذا هي هذا البنت التي لم تغلط أبدا. هتفت أمرت من الحضور. أه نحن متأكدون من أنها ستكون الأرض قال رجل انطلق الموسيقى. فألقت روبي عليت في الهواء ثم رمت المملحة وبعدها البالون الماء. أتقنت على كل حركة فصفق لها الجمهور بحماس. لكنها اتبهت إلى أمر غريب في المملحة فالذرة التي تسقط منها لم تكن بيضاء. تفاجأ روبي بتستحي إلى درجة إنه قبض على بالون الماء بمخلبه. انهمر الماء على رأسي ولمح لوتان باقتي البالون وذارتي الفلفل الأسود. وروبي للمرة الأولى في حياتها غلطت ولا وكانت غلطها كبيرة. توقفت الموسيقى. لم تعرف ولا ماذا تفعل. هل تبكي؟ هل تهرب من المسرحية؟ سمعت الحضور مصعوقين. لم يصدقوا أن البنت التي لم تغلط أبدا كانت أغلط.
نظرت أولى إلى روبي فنظرت روبي إليها. كان فروه مبتلا ومتخن بكت البالوني. التقت أولى ضاحكة صغيرة عصبية تهولت تلحقت العصبية إلى ضاحكة خافتة مكتمعة ثم إلى كهكهات علية. نظر الدوري إلى بعضهم البعض ثم إلى أولى واحدا بعد الآخر. التقوى ضحكة صغيرة أسبية تحولت إلى ضحكة خفيفة ثم انفجروا جميعا مكائيكهن. ضحكت الأول هدروا طويلا إلى درجة إنها نسوا سبب ضحكهم. ذلك الليلة نامت أولى مرتاحة كما لم تنام من قبل. في الصباح لم يكن في الخرجة مشجعون يحيونها. عندما كانت تريد ثيابها وبدون سبب محدد لبست أولى جوربها منقطع في قدم وأخر مختطا في القدم الثانية. هذا المرة عندما عادت الشاطير معها وضع الزبدة والمربي خرج الشتيرتي لا داخلها وأطلق عليها اسم شتيرة الزبدة المربي المكلوباتي. لاحقا وجدت ولا صارت ولمنا تتزلجن الجليد في الحديقة العماتي وقد مرت كثيرة وضحكني. منذ ذلك اليوم لم يعد الناس يسمونها البنت التي لم تغلط أبدا، صارت يسمونها أولى. الكليب الصفحات.